دراجا باسل. السلام عليكم الدراري، معكم يوسف بوسحاق في يوم جديد ورياكشن جديده. هذا الرياكشن هذه اللي من قبيله وحنا تنتسناوها وتعطلات بسبب الكونيكسيون اللي دابا كاينه في المغرب تاع نكيش ديال بصح مليو حتى ل 12 بعد. دونك الرياكشن غادي تلاح حتى الغدا، يعني الناس اللي في الانستغرام واللي في اللايف غادي يشوفوا الرياكشن قبل منكم. هذا هو البلان. اوكي، البلان اللي ما بين ستورمي ودراغانوف، دراري خدامين زوينين ترونكيل. اتراك هذا تلاح في البلاتفورم البارح واليوم عاد تلاح في الكليب، والحمد لله ملي تلاح اليوم ما كانش اصلا واقيلا غادي تلاح على بسبب هاد الكونيكسيو هادي او تي تي. سو جايز، باش ما نطول عليكم الدراري، ديجا حنا معطلين. لو كنت اول مره تشوفني معليك الا انك تبطل تحت فرق قاعدين ما ديك سبسكرايب، دير داك الجرس باش تكون من الاوائل تشوف فيديوهات ديال يوسف بوسحاق. تلاحوا عندي الانستغرام اللي هو بوسحاق.برو، تما غادي تلقاوني ديما. وتلاحوا حتى الفيسبوك، تما تلوح رياكشن بالنسبه للناس اللي ما تقدروش يتفرجوا في يوتيوب. ذاتس اول. وكيف ما العاده، يي 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 اهو رش سكو سكو سكو. علاء الدين رئيس جيم في الكليب، يعني بيناتكم شي حاجه مريضه. ستومي ساق القافلة بلا فيتاس دي بيب بيب، كان ضربت اللافريت روكي بالي او هو، قالي راسي فراني كنقولو نو هو، واخد دنكي عتقد بالي قد باوطاني كان نايس دريت. افشي اخويا تنشوف شي كليب بحال كيف ما طرالي في الكليب ديال دادا، تنشوف شي واحد بالدريت تتشدني الفقصة صاحبي، نبقى نتفكر الدريت ديالي يا صاحبي. خرج عيني في ديتيل هدرس، تعلمت لي ما دارش ولا عمرو ولا خاف، بغيتي تقضي غراضي قدي بلا حس، وخاصي لا حس قامت قاني كالحس. بلان بلان بلان، قال لك اخويا بغيتي تقضي غراض ديرها بالحس، فهمتي؟ عطي القاصح فهمتي، ما تبقاش انك تفقد الدوي بزاف. بغيتي تقضي غراضي قدي بلا حس، وخاصي لا حس قامت قاني كالحس. ايا ليام فليكسيت عليا وقلت استابيان، ما لقيتك في الديام. ناري على كليب الصاد، هادشي فكرني في ديال طوطو فوزي مقود. ليتك من ربع ايام تالبي ام نايس التعمير هادي. تصلك البرلا ودردك بيان، طحتي فيا غير بيلي قد بيا. على الدين الرئيس الصاد هرب بزاف داك السيد وحق الرب. اجاب برينجلز طاطا قصبية، وانت فيك اسمية بلاصتك كي شتريا. زينا من بيض وليفرينا لافا، فوتنا غيب وحنا حمد لله صافا. تبعتيني في طريقي ما لقيتي نضا، نفسي حرة وريتها لي بابا. باغي حكمنا الباريمات، كل ضربة كنحط عليك مالي مات. ترمي كاكات كيف لويل مزكني يا الدراري، والله تمزكني هيك مالي مات. ترمي كاكات كيف لويل وريمي، جايب الفري خليك سير بيك باريمي. كما كان كراتي باغي كلشي، ربي اللي عاطي خد صابوطي. كما كان قراطي باغي كوشي، ربي اللي عاطي صابي اللي كنا حنا قداتي. تحكولي فوشي زعما باغي الخير، نشوف احلامي ان شاء الله مواتي. ماما مستنى حنا باغي نطير، صاحبي اللي كنا حنا قداتي. تحكولي فوشي زعما دراري كليب راه هارب الدراري، والله تا كليب هارب. دابا شوف دابا بعض المرات يكون الكليب مقود وما تيخلينيش اخويا نركز مع التراك وحق الرب، تبقى نشوف شي حاجه جديده، شي كرياتيفيتي مقوده. راه ما تبقاش باغي تمزك، وانا هاد جوج الناس راه تنتمزك ليهم. علاش؟ حيت تعطوك واحد الفيلينغ اللي نقي. ما باوي الخير بقى نشوف احلامي ان شاء الله مواتي. ماما مستنى حنا باغي نطير، رجعوني اليامات الجهاد. ريما كنحطها باللي كات، لا ما بكيناش كاع اللي فات. طاحو الكوبس والبيتشا كيتاتي، شبان مشاكل بلا ما تزيدني. الوقت خايبه ولبسات لي بيكيني، طاقه مدخل من ميطورني. ولا طحت انا اللي كنصوب دراجا باسل. خويا اللغة نموت في الدلالي، ضنا ضنا غي ما صليلي. هذيك تسمعتها هو ترى عندنا ما صنني. باسل عام لبي جاتهم باليلي، خويا اللغة نموت في الدلالي، ضنا ضنا غي ما صنني. خويا ترى عندنا ما صنني. باسل عام لبي شو ترى عندنا ما صنني. مقود دراك ضنو غير ما صن له لو ترى عندنا ما صن له لا سلام لبي جاتهم بالي ليه. علاش كنتخبى باش نبكي والو ليك، خسرتي حوايج لي البارح كانوا ليك. او ماما انا مشيت شامل ولي، لكن شي بيزو ضحك شي ضروري. صحاب حتى شي واحد عادي
يطردق لك عنقك الا بغيتي تبقى متبع معاه قلت من غلبك كثر ليك هاد البلان هذا اللي ديال دراغا باينين السناسل وهذوك اللعيبه ديال التليفون مقود مقود اصاحبي وكوني دابا باوني ضروري كلشي كينقص هادو كالوريز كلشي كيكاف باغي نسرف الود نايضا كيري فهادشي ما كانش بان في الميلي غي الف اللي مازال باقيني دراغا اخويا دراغا دابا بغيتو حاولتو انكم تستوعبوا علاش تنفضل الدراغا على كاع لي زارتيست واش دابا استوعبتوها علاش اصاحبي حسيت عنده واحد عنده واحد الفايب هارب بزاف اصاحبي وحق الرب كلشي كيكاف باغي مسارف في الود نايضا كيري فهادشي ما كانش البيت واقيلا ماشي ديالو ماشي ديالو بان في الميلي غي الف اللي مازال باقيني ياما كان قراطي باغي كلشي او تاني ستورمي الصوت 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 فنان فهمتي الصوت عدو بزاف ربي اللي عطي خد صابوتي ياما كان قراطي باغي كلشي ربي اللي عطي صابين من كنا حنا قداتي تقولي فوشي زعما باولي الخير نبقى نشوف احلامي تشالا guys كان هذا هو الرياكشن وكان هذا هو التراك ديال او تي تي اللي جا ما بين ستورمي ودراغانوف يعني كيف ما كنا متوقعين تراك غادي يكون ترونكي لا يكون زوين فهمتي فيه الكرياتيفيتي فيه واحد الفيلينغ اللي زوين فهمتي البيت مقود يعني كليب مقود يعني شوف خدمه محطوطه خدمه نقيه يعني مازال لقاش شي حاجه اللي خايبه في التراك فهمتي وهذه شراوت الناس اللي تيقول لك واش تقول كل شيء زوين فهمتي ما فهمتش انا واش بغاوني فحال التراكات نقول عليهم خايبين ما فهمتش شنو بغا علاه ما تنتسوقش لانا لهذاك النوع سو جايز كاز هذه هي الرياكشن ديال اليوم ما تنساش لو كنتي اول مره تشوفني مالك الا انا كتبت لتحت فرقع ديال موديك سبسكرايب دير داك الجرس باش تكون الاوائل تشوف فيديوهات ديال يوسف بوسحاق تلاحوا عندي الانستغرام اللي هو bosshaq.pro تما غادي نكون ديما ولا كانوا شي تلاحوا شي تراكات مع تليره تندير لايف تما باش الناس ديال الانستغرام تيشوفوها قبل ما انها تلاح في اليوتيوب حيت دابا هاد الرياكشن هادي تلاح حتى الغدا That's all guys وكيف ما العادة يي 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 اهو رش سكو سكو سكو